فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم قال: ويقبضون أيديهم. قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقال قتادة: يقبضونها عن كل خير. نعم، ويقبضون أيديهم، معناه أنهم يقبضون، أنهم يبخلون بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، لأن الإنفاق بسط لليد والبخل قبض لليد. فهذه صفة اليهود وصفة المنافقين، أنهم يقبضون أيديهم عن الصدقات، وقيل أعم من ذلك، يقبضون أيديهم عن كل خير. نعم. وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وفي قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. نعم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، المقصود النهي عن البخل، فالبخيل قد غلت يده غلت يده وقبضت يده عن الإنفاق، والمنفق هذا قد بسطت يده في الخير. نعم. وفي قوله تعالى: وقالت في قوله وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تقبضها عن الخير ولا تبسطها كل البسط، بل المقصود الوسط بين القبض وبين البسط، يتوسط الإنسان ويعتدل في الإنفاق، فلا يبخل ولا يسرف. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. أي نعم، وفي صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. قال: وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين: ويؤتون الزكاة. فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي. منافقون يقبضون أيديهم والمؤمنون يؤتون الزكاة، هذا في مقابل هذا، فالمؤمنون يؤتون الزكاة، والزكاة على قسمين: زكاة الأموال وزكاة الأعمال والأنفس بطاعة الله عز وجل، بتزكيتها بطاعة الله وعبادة الله، بمعنى تطهيرها وتكميلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يفعلون الزكاتين: زكاة المال وزكاة البدن وزكاة النفس.